عصام يوسف. شفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم اليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الرابع عشر من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة بألفين جنيه وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 4,840,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. مدرسة مشرفانا في الاستوديو بيشاركوا لأول مرة حلم برنامج العباقرة اتحقق من مدينة البواسل محافظة السويس. رحب كلنا بمدرسة وي السويس. مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية هي أول مدارس ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت إدارة وتشغيل الشركة المصرية للاتصالات وي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تم إطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية لأول مرة بمصر عام 2018، وبلغ إجمالي عدد المدارس حتى عام 2023 عدد 52 مدرسة. تطبق المدرسة مناهج جديدة تعتمد على نظام الجدارات، وهي مزيج من المهارات الفنية والمهنية المصحوبة بمعارف وسلوكيات جديدة بهدف توفير عمالة فنية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً في سوق العمل. هيمثل مدرسة وي في مباراة النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم ندى هشام. أهلي كانوا دعم كبير قوي ليا وساعدوني إن أنا أتأهل لموسم العباقرة، وإن شاء الله بقدر ثقتهم وشرفهم. مصطفى محمد. أنا هنزل النهاردة فقرة تحت الضغط، جمعت لها أكبر عدد من الأسئلة وإن شاء الله أكون قد المسؤولية وشرف مدرستي. سلمى خالد. النهاردة أول مرة أشارك في الموسم الـ 14 للعباقرة أنا ومدرستي، وإن شاء الله هنأدي بأداء مشرف وهنرجع بالكأس. وعلي محمد. المدرسة ساعدتنا وضربتنا كويس على الأجواء البرنامج وعملت ما بيننا مسابقات، وإن شاء الله نكسب في ماتش النهاردة. وي السويس الحمد لله على السلامة. ندى ازيك يا ندى؟ الحمد لله. شعورك ايه؟ مبسوطة طبعا ونفسي نتأهل للكاس. تتأهلوا للكاس؟ إن شاء الله. خلينا بس نطلع من أول ماتش ونكتسب خبرة الاستوديو. إن شاء الله. لأن لما تبتدي الأسئلة معايا هنا مع المزيكا والإضاءة والكاميرات والتصوير الدنيا هتتغير. اصبري وهتشوفي. بتحبي الطبخ؟ هتعملي لنا ايه؟ اللي حضرتك عايزه. شوكليت كيك. تمام. واضح وصريح يعني. تمام. لو كسبته تجيبي لي معاكي واحده المره اللي جايه، لو ما كسبتوش تبعتيها لي. ماشي حاضر. انا مصطفى محمد، احساسك ايه؟ انا فخور ان مدرستي اختارتني ان انا اشارك وامثل كانوي العظيم، وفرحان ان مدرستنا ما كملتش 3 سنين واول محاوله لينا، والحمد لله ان احنا اتأهلنا. تمام. سلمى، ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. سلمى بقى بتحب الديكور، قولي لي بقى مهتمه بديكور ايه؟ بحب تنسيق الورد. الورد، ايه الجمال ده؟ انا فاتحه بزنس صغير، هو عباره عن بوكيهات هاند ميد وحاجات زي كده. احكي لي عنه. هو اول حاجه ماما هي اللي جابت لي الفكره دي طبعا. كويس. كنت شغاله حاجات هاند ميد يدويه او في الاول يعني، وبعد كده جابت لي فكره البوكيهات دي واتطورت فيها، ويعتبر يعني وصلت النسبة مرضية بالنسبة لي الحمد لله. عاملة بيج على الفيسبوك. اسمها ايه؟ اسمها s.kh.handmade. سلمى دوت خالد s.kh.handmade. صفحة على الفيسبوك. اعلان على الهواء مباشرة لسلمى خالد. انا عايز كل الناس تخش تتفرج، وانا اولهم هدخل اتفرج اشوف عندك شغل عامل ازاي. شرف ليا طبعا. ولو حلو هعمل اوردر. شكرا لحضرتك. ولما تبتدي في السن ده
يبقى باذن الله هتنجحي ان شاء الله. برافو عليك، انا بحييك. علي محمد، ازيك يا علي؟ كويس الحمد لله. عايز تروح ناسا تعمل ايه؟ انا اصلا وانا صغير كان نفسي اطلع على القمر، بعد كده بدات الموضوع يكبر معايا يعني لغايه ما بقيت عايز اشتغل في المجال ده، يعني اللي هو ايه الصواريخ اللي بتطلع على القمر دي، نحط النظام بتاعها كده يعني. محدش عارف في يوم من الايام نسال عنك في العباقره مين اول مصري طلع على القمر؟ ليه لا؟ وي السويس مدينه البواسل. بتمنى لكم كل التوفيق، نحيي كلنا وي السويس. أما المدرسة التانية واللي مشرفانا في الاستوديو، هم كمان بيشاركوا لأول مرة، حلمهم الفوز والوصول إلى دور الستاشر. من صقر قريش وحفص القاهرة راحوا كلها مدرسة الهلال الأحمر الرسمية للغات. مدرسة الهلال الأحمر الرسمية للغات أنشئت عام 1993، حصلت المدرسة على شهادة اعتماد جودة التعليم، كما حققت العديد من الإنجازات العلمية والثقافية والرياضية على الصعيد المحلي والدولي. تسعى المدرسة لتنمية مهارات الطالب لحل الأزمات والتدريب على التفكير النقدي والعلمي وربط الطالب بالمجتمع. هيمثل مدرسة الهلال الأحمر الرسمية للغات في مباراة النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم دينا عادل. العباقرة كان بالنسبة لي هدف أنا حطيته واشتغلت عليه، ومبسوطة جداً النهاردة هيتحقق وإن شاء الله فريقي يكسب. نور الدين عنتر. بإذن الله النهاردة فريقي معتمد عليا في مجال الأدب، أنا استعدت له بشكل كويس وبإذن الله أجاوب كل أسئلة الأدب النهاردة. لميس عامر. أنا مبسوطة إن أنا حققت حلمي وشاركت في برنامج العباقرة، ومبسوطة أكتر إن أنا هيبقى ليا دور في تطوير المدارس الحكومية عن طريق البنك الأهلي، وإن شاء الله هنوصل للمباراة النهائية. وعمر خالد. مرة تانية شفت ليا في برنامج العباقرة، اشتركت قبل كده في برنامج العباقرة عائلات وحاولت إن أنا أنقل خبرتي للفريق وإن شاء الله نكسب ماتش النهاردة. الهلال الأحمر الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عمر خالد، ازيك يا عمر؟ عيلة طه، الموسم الرابع للعباقرة عائلات، رجعت تاني وبتشارك تاني مع مدرستك. أخبار العيلة إيه؟ الحمد لله. والد والوالدة كله بخير؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. يا رب. احكي لي بقى، انت اللي اقنعت المدرسه بالاشتراك؟ هو كان في البدايه كنت انا ونور، بعدها الفكره بدات تكبر، كان من ثالثه اعدادي بدانا نتدرب والحمد لله يعني ربنا وفقنا ووصلنا للاستوديو. من ثالثه اعدادي وانتوا بتتدربوا؟ تحذير شديد اللهجه. من ثالثه اعدادي بيتدربوا؟ ده انا قلقت. عادي. عايز اقول لكم حاجه، الفرق بينكم في التصفيات، ومش هقول لمين، سؤال واحد بس، يعني في مدرسة تفوقت على المدرسة التانية بسؤال، مين؟ مش هقول، يعني المستوى متقارب. لميس، ازيك يا لميس؟ ازي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. احكي لي شعورك ايه؟ طبعا مبسوطة جدا، لان كان حلم من احلامي ان انا اشارك في البرنامج واتحقق الحمد لله. عايزة تبقي كاتبة؟ دي حقيقة. بتحبي تقري لمين؟ لا صراحة بحب أقرأ لناس كتير جدا. يعني جوكر في الأدب؟ إن شاء الله، يعني ممكن. ممكن، ربنا يوفقك إن شاء الله. نور الدين عنتر، أخبارك إيه؟ الحمد لله، الله يسلمك. أخبار الشطرنج إيه؟ هو بصراحة أنا بلعب شطرنج بقالي فترة كبيرة جدا، يعني من وأنا 6 سنين بصراحة، كان أخويا وبابايا هم اللي ليهم الفضل في علموه. في إن أنا أتقن. الحمد لله هم اللي علموني، وابتديت في أولى إعدادي والحمد لله، يعني انا دلوقتي من احسن الناس في المدرسه في الشطرنج. اخر مركز حصلت عليه في المدرسه ايه؟ بصراحه اخذت مركز ثالث على مستوى محافظه القاهره. ما شاء الله. لا تمام تمام. لا لا، مركز ثالث على مستوى محافظه القاهره ده مش سهل. اكيد. برافو عليك. دينا عادل، اخبارك ايه؟ الحمد لله. موضوع اللايف كوتش، جاتك الفكرة ازاي؟ هو جاتلي الفكرة برضو في تالتة اعدادي، قلت كلنا بنمر بتجارب معينة، طيب ليه ما ننقلش التجارب دي، يمكن ننقذ حد منها. فقلت ان انا ابدأ، وبدأت فعلا في المدرسة ان انا ادي محاضرات بسيطة. تمام. بتدي محاضرات جوه المدرسة؟ لايف كوتشنج. كويس. عن مواضيع معينة، وابدأ ادخل فصول معينة عشان احاول ان انا اوصل رسالة ان احنا كلنا مع بعض، فاحنا لازم ننقذ بعض من حاجات معينة.
اديتي كم محاضرة لغاية دلوقتي؟ أربعة أو خمسة. حضرتوا المحاضرات دي؟ مفيدة بالنسبة لكم من غير ما نجامل دينا؟ لا أنا مش بجاملها يعني. مفيدة؟ مفيدة. إيه الموقف اللي أنت مش ناسياه وقدرتي تساعدي فيه حد؟ أنا أول محاضرة ليا تمام ألقيتها في شهر مارس 2022، وصل لي خبر إن بعدها بفترة كان في طالب بيعاني من فكرة إن هو مش بيذاكر كويس ومش قادر إن هو يحصل كويس في الآخر. طبعاً أنا معرفش الطالب شخصياً، ولكن وصل لي إن هو بقى بيحصل وجاب درجات حلوة في آخر الترم، فدي من الحاجات اللي أنا ده حضر المحاضرة. بيرفكت، دي حاجة فرحتني جداً. لو عملت محاضرة فيها 100 واستفاد منها بني آدم واحد، يبقى أنت نجحتي بنسبة 100%. فأنت نجحتي بنسبة 100%. برافو عليك. الهلال الأحمر، ماتش النهاردة مش هيبقى سهل، خاصة إن ندم قررها إن هي جاية تكسب. إن شاء الله. ولا غيرت رأيك؟ لا إن شاء الله. مصممة، أنا ماليش دعوة. بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلية مدرسة الهلال الأحمر صقر قريش القاهرة. العباقرة مدارس في الموسم الـ 14 ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: الأناكوندا هو أحد أكبر أنواع الزواحف، فما هو؟ نور الدين. الثعبان. الثعبان طبعاً إجابة صحيحة. طول الأناكوندا بيتراوح من 6 لـ 9 متر، ووزنها بيوصل لحوالي 250 كيلو جرام. نور الدين عنتر، من حقك تختار مين اللي يبتدي الأول. يتفضلوا هم يبدأوا. تمام، ويسويس هتبتدوا الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. فقرة العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. إمتى الجوكر يا سلمى؟ الجغرافيا إن شاء الله. في الجغرافيا على طول كده؟ دوس على البزر. جغرافيا. والسؤال هو: في أي دولة عربية إفريقية تقع بحيرة إركيز؟ مساحة البحيرة حوالي 120 كيلومتر مربع، وطولها بيصل لحوالي 30 كيلومتر. 3 ثواني. بيعيش على أطرافها التماسيح وتعالب المية. مصطفى محمد، إجابتك. السودان. نسأل الهلال الأحمر عندكم إجابة تانية ولا لا؟ في إجابة تانية. في إجابة تانية. لا، وبثقة. إجابة خاطئة. فرصة 20 نقطة. الجزائر. نور الدين عنتر، إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10: موريتانيا، جزر القمر، جيبوتي، الصومال. مين؟ أنا حاسس إنها الصومال. الإجابة الصحيحة موريتانيا. حظكم حلو إن محدش داس على البزر، كنت هتبتدوا بناقص 10. طيب، نسأل الهلال الأحمر، ايه رايكم جوكر امتى؟ على حسب الماتش. ما احنا في الماتش لسه بقى. لسه هو ده الماتش والله. انا عارف. جغرافيا. والسؤال هو: دمنياكي هي اكبر حديقه وطنيه باحدى الدول الاسكندنافيه، فما هي؟ اتاسست 1956 على مساحه 2850 كيلومتر مربع. 10 ثواني. الحديقة دي فيها حقول ذهب ومشهورة بالأكواخ البرية. إجابتك. النرويج. عمر خالد، إجابة خاطئة. أكبر حديقة في الدولة دي.
علي محمد الدنمارك ولا النرويج ولا الدنمارك. إجابة خاطئة. أربع اختيارات زائد 10 أو ناقص 5. السويد، فنلندا، أيسلندا، أيرلندا. فين يا دينا؟ فنلندا. إجابة صحيحة. أول 10 نقاط لمدرستك يا دينا. الحمد لله. 10 للهلال الأحمر، مفيش نقط، وعندكم سؤال في التاريخ. تاريخ وسؤال. في أي من عواصم دول جنوب شرق آسيا تم توقيع وثيقة إعلان آسيان عام 1967؟ الوثيقة دي بتأسس لربط دول جنوب شرق آسيا اللي وقع عليها ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، سنغافورة وتايلاند. محدش يتكلم مع مصطفى محمد. إيه العاصمة بتاع الدولة من دول الخمسة اللي أنا قلته؟ كوالالمبور. إن شاء الله. كوالالمبور عاصمة ماليزيا، مش في ماليزيا مصطفى. هاردلك. إجابة خاطئة. ماليزيا طلعت بره. جاكرتا. جاكرتا عاصمة إندونيسيا. دينا عادل. هاردلك. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 وناقص 5. مانيلا، بانكوك، سنغافورة، ديلي. عاصمة تايلاند. خطف البازر بعد ما كان بيقول لكم لا. بانكوك. بانكوك إجابة صحيحة. العباقرة بيحتاج سرعة بديهة. في لحظة بقول كلمة، الكلمة دي بعشر نقاط. برافو عليك يا نور، خطفت البازر. النتيجة اتغيرت 20 الهلال الأحمر والسويس لسه ما فيش نقط. السؤال اللي جاي الهلال الأحمر. تاريخ والسؤال. عن أي دولة أوروبية استقلت منطقة ماكاو عام 1999؟ بقطعة على الساحل الجنوبي للصين. في القرن الستاشر الدولة دي حصلت على إذن بناء مخزن لتكفيف البضائع اللي جاية من السفن، وبعد كده فضلوا يكبروا لحد ما عملوا مستوطنة. إسبانيا. مش إسبانيا. في إجابة تانية؟ طالو. جاهزة. رجع لكم. إسبانيا إجابة خاطئة. الإجابة يا سلمى؟ بريطانيا. بريطانيا. اتفقتوا عليها أنتوا الأربعة؟ إن شاء الله. أنتوا الأربعة إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. البرتغال، فرنسا، ألمانيا، هولندا. لا البرتغال إن شاء الله. مصطفى أول 10 نقط لمدرستك. إجابة صحيحة. البرتغال. برافو عليك يا مصطفى. أول 10 نقط والسويس. 20 الهلال الأحمر والسويس. أدب والسؤال. هو من هي الكاتبة اللاتينية مؤلفة رواية عن الحب والظلال؟ Of Love and Shadows. اتنشرت 1984 وترجمها للعربية صالح علماني. سلمى خالد دوسي على البازر، ما ينفعش تتكلمي مع حد. كان عندك 8 ثواني، بقيتي لوحدك. إجابتك. ما عندكيش إجابة؟ دست بالغلط. بالغلط. دستي بالغلط. سلمى خالد هاردلك. إجابة خاطئة.
نور الدين. إيزابيل الليندي. نور الدين إجابة صحيحة. إيزابيل الليندي، برافو عليك يا نور. برافو عليك. 30 الهلال الأحمر وسويس 10. الهلال الأحمر جوكر. في جوكر. جوكر. أدب والسؤال. لحظات غرق جزيرة الحوت هي مجموعة قصصية لكاتب مصري معاصر، فمن هو؟ خد وقتك ما تستعجلش. 12/1966 الكاتب بيرصد فيها اللحظات اللي عاشها أثناء كارثة تشيرنوبل. وقتها كان بيدرس في كيف؟ محمد المخزنجي. محمد المخزنجي، وخدت وقتك وكنت عايز تجاوب بنفس الإجابة من أول ثانية. نور الدين عنتر، إجابة صحيحة. محمد المخزنجي الإجابة الصحيحة. 20 نقطة. النتيجة اتغيرت، 50 الهلال الأحمر والسويس 10. علوم والسؤال هو: مركبة فضاء سوفيتية هي الأولى التي تصور الجانب البعيد من القمر، فما هي؟ ده سؤالك يا علي. مركبة فضاء سوفيتية تم التقاط الصور سنة 1959 على مسافة من 60 ل 70 ألف كيلومتر من القمر. مير. كان سؤالك ده إجابة خاطئة. لميس. سؤال مش سهل. أبولو. إجابة خاطئة. هي مركبة اسمها لونا، بس لونا كام بقى؟ هي دي مشكلة. لونا 9، لونا 2، لونا 11، لونا 3. عمر، خد الريسك. كنت عايز تقول ايه؟ 11. ندى 3. يا ريتك خدت الريسك. الإجابة الصحيحة لونا 3 يا ندى. هشام، أرضك. آخر سؤال في الفقرة: الهلال. علوم والسؤال هو: أجرى الجراح بن كارسن أول عملية ناجحة لفصل توأم ملتصق في الجزء الخلفي من الرأس، فما هي جنسيته؟ عمل العملية دي سنة 1987 للإخوة بندر. كان عندهم 7 شهور. العملية دي يا لميس استمرت 22 ساعة. إجابتك؟ إنجليزي. إنجليزي إجابة خاطئة. فرصة 10 نقط مهمين جدا. 50-20 غير 50-10. أمريكي. إجابة صحيحة. فعلا هو أمريكي. برافو عليك يا مصطفى. 10 نقط مهمين جدا. ويسويس 20، الهلال الأحمر الرسمية، صقر قريش القاهرة 50. مباراة مش سهلة. سؤالين ما تجاوبوش في الفقرة الأولى. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 140 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية